بيكم في جو شو. أهلا وسهلا فيكم بجو شو. جو شو في جو شو. أهلا بكم في جو شو. أهلا بكم في الموسم السابع من جو شو. أهلا بكم في جو شو على شاشة التلفزيون العربي. على القناة العربية. مسألة عشرة مسألة. من مصر. من فلسطين. ألمانيا. من مصر. من إنجلترا. من غزة. من الصين. من بيت المقدس. من مونتريال كندا. شكرا لكل الناس الجميلة اللي تبعت الفيديوهات دي على صفحة جو شو على الفيسبوك. لو عايزين فيديوهاتكم تطلع في مقدمة كل حلقة ابعتوها على الصفحة الرسمية والوحيدة والمتوثقة على فيسبوك اللي اسمها جو شو. أهلا بكم مرة ثانية. معلش بس الحلقة اللي فاتت كنت عامل قعدة عرب كده مع نفسي، قصدي يعني مع نفوسي، ومعرفتش أفضفض معاكم. كنت عايز أقول لكم إن الموسم ده إحنا مش جايين بقى نتريق ونهزر وننتقد وخلاص، انسوا خالص كل اللي شفتوه قبل كده. إحنا هنا هنبدأ شغل على نظافة الموسم ده. يا جماعة البلد بتتغير، لازم احنا كمان نتغير، لازم نعترف كلنا ان في تغيير بيحصل في مصر. كلنا شفنا الحوار الوطني، النظام قعد مع المعارضة، الاعلام كله طلع يأيد حاجة زي كده ويقول لنا ان صوت التغيير في مصر بدأ يعلى وهيحصل اخيرا بعد 6 سنين 6 مواسم صوتنا بدأ يتسمع. وزي ما شاورنا على السلبيات النهاردة هنشاور وندعم الايجابيات، وهي ان في تغيير حقيقي في مصر بيحصل وهيحصل. خلوني أقول لحضراتكم باختصار وببساطة وعلى بلاطة كده، حان وقت التغيير. أظن أنه قد حان وقت التغيير. غيروا، التغيير سنة الحياة. التغيير سنة الحياة. لازم تغيير، هو التغيير سنة الحياة. وعلى فكرة ربنا أمرنا بالتغيير، وده اللي الرئيس بيقول، وفي ناس بيزعل. سيد الرئيس عازم بشكل قاطع. أنا بقول بقى في تغيير المطلوب يتم. خلونا كده نتعود، ما احنا بقينا بنشوف الوزراء بيتغيروا عادي. التغيير المطلوب يتم يكون على قدر طموحات الرئيس. رئيس النهارده فرح مبادرة رائعة جدا جدا، كان بيتكلم عن رؤوس الماشية. كل راس ماشية تتغير تبدال رؤوس الماشية الحالية. الرجل اللي بيحلم حتى بمسألة مشروع اسمه الجاموسة العشر، ان احنا نستبدل رؤوس الماشية. الاستبدال. مبروك على كل المصريين كل ما هو جديد. مبروك يا رب. مبروك كل مش كتير علينا والله. دي احلام الراجل. ليا مداخلة مع موضوع البقرة. اتفضل. البقرة المحلية. ايوه. يعني بقرة تعيسة، معلش يعني تعيسة جدا. ايه التغيير ده يا جماعة؟ لا مش ده التغيير اللي احنا بالنادي بيه، فهمتونا غلط. التغيير ده في دي الاولوياتنا. معقولة يعني الناس طالب بالتغيير، ويوم ما نقول افتحوا لنا الباب ده نلاقي الجاموسة والدة؟ بقرة تعيسة جدا. حتى انت يا بقرة يا محلية تعيسة. للأسف فعلا البقر المحلي تعيس، مش بشوش كده زي البقر المستورد. أخيرا أخيرا جبنا حقوق البقر المحلي. ده كان يا حبة عيني طول اليوم في الغيط كده ماشي يبص على البقر في بلاد بره. في ايه؟ أنا ايه اللي جابني؟ أنا بتكلم في ايه؟ بقر ايه وجواميس ايه؟ وايه التغيير اللي بيحصل في الإعلام ده؟ وايه صوت الجاموسه اللي بره دي؟ مين يا جماعه اللي رابط الجاموسه بتاعته بره الاستوديو؟ ستوب يا جماعه، معلش ستوب. الصوت ده جاي منين؟ عايز اشتغل. مين اللي رابط الجاموسه بتاعته بره كده؟ ثواني معلش. مشي العبيط، مشي وسامي البرنامج راح يشوف الجاموسه اللي انا راكنها بره. ده انا كنت بقفل اللوك بتاع الجاموسه. اهلا بيكم، وحشتوني قوي. أصلاً لقيت الحلقة دي يعني أرياف وبقر وجواميس، قلت فرصتي وجات لحد عندي إن أنا أقدم الحلقة دي. استبدال البقر دي منطقتي. وبالمناسبة أنا مبسوط إن هو اتحقق أخيراً، من زمان وإحنا بنطالب بتغيير البقر اللي جايبين البلد ورا. التغيير مطلوب برضه، بقالنا كتير يا أخويا ماشيين ورا نوع واحد بس من البقر، ما شفناش أي خير. كتير علينا والله. ولسه والله البلد داخلة على كمية تغييرات كبيرة وجذرية. خلصنا الراس وداخلين على اللية دلوقتي. ومش هنسكت اما نغير طز الوز. خلاص بقى ما عادش زمن ان الجاموسي تيجي يا اخويا تقعد كده بالثمن وال12 سنه، كله بيتغير دلوقتي. والله حقيقي لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون جاموسي. يا اخويا الجواميس عايشين في تغيير وديمقراطيه، احنا البشر ما نحلمش بيه. ايه لسه هنتكلم يا اخويا عن البقر؟ هو التغيير للجواميس مش لينا صح؟ هو بالنسبه للحكومه كل واحد دلوقتي. الله انا وحشني التقديم قوي يا اولاد، وريني كده يا جدعان الخبر اللي بعد كده. ايوه صح، عن الجواميس ده برضه صح، ده للبني ادمين يا جدعان. ده في واحد بيقول للناس كل ورق الشجر، اكيد قصده البهايم.
ايوه افتكرت، ايوه صحيح الترند اللي كان على السوشيال ميديا، ايوه افتكرت الفيديو بتاعه صحيح. واحد كده يا سيدي قال للمصريين كل ورق شجر. الاعلام كله قاعد يطبل له الا اعلامي واحد هو اللي ما رضيش يسكت على المهزله دي، وقف ورد عليه. الحقيقه بقى انه الشعب بيغلي. يعني اما اسمع رجل الحقيقه انا كنت بحترمه وبثق فيه، الاقيه يقول انه على المصريين ان هم يحتملوا حتى لو اكلوا ورق الشجر اسوه بالرسول عليه السلام، حتى لو اكلوا، قال كده بالحرف ورق الشجر. طب نشوف الفيديو يا شباب. اتعلمنا من تراب مصر ان لازم نمشي راسنا مرفوعة وناكل زي ما سيدنا النبي كان بياكل 3 سنين ورق الشجر. لا مؤاخذة استاذ، انا هذا من الكفار. رجل ازهري كبير الحقيقة انا كنت بحترمه وبثق فيه. في بعض رجال الدين هيجيبوا لي نقطة. اي والله يا غيطي، منهم رجال الدين دول؟ لا كويس انك لحقت نفسك يا غيطي، كان زمان رجال الدين بنفسهم بيخبطوا على بابك الفجر عشان تصلي جماعه معاهم. هيجيبوا لي نقطه. اكشولي يا غيطي هم اللي هيجيبوا لك زغطه من كتر ورق الشجر. راسنا مرفوعه. يعني عشان نمشي راسنا مرفوعه لفوق ناكل من ورق الشجر؟ انت شكلك قابلت شجره مرجوانه ولا ايه؟ طب حتى يا اخويا اقول ورق الشجر ناخده ونعمله محشي، انما ناكله حاف ازاي؟ يعني انتوا بقالكوا سنين بتوعدونا بالغنى والعز وفي الاخر تعاملونا معامله دوده الاز. وبعدين انت كده رفعت راسنا لما ناكل ورق الشجر، امال لما نطقطق راسنا بقى ايه؟ نفطر صبار. هو الوحيد اللي كان فاهمها من بدري بصراحه الاستاذ نشأت الديهي. احنا بناكل من خشاش الارض. يا ريت يعني يا استاذ نشأت تكون يعني سبت لنا حاجه. طب ما شاء الله معدتك يعني، اللهم صل على النبي. بس انا برضو يعني مش فاهم حاجه، يعني الفيديو اللي فات ده كان من سنه 2016، هو ليه مصر دلوقتي كله بتتكلم على ورق الشجر؟ ايه اللي صح الموضوع؟ في حد تاني اتكلم على ورق الشجر؟ يبقى انتوا فاكرين انني والاستاذ الغيطي هنسكت له بقى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوصر في شعاب مكه 3 سنوات لدرجه ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. والصحابه واكلهم الورق الشجر. احنا الشعب المصري العظيم، احنا ما ناكلش وما نشربش، صاحب التراث والتاريخ، هتجوعونا هناكل ورق الشجر. بيتكلم عن فكرة أن الرسول بنفسه والصحابة حوصروا وربنا ما نزلش عليهم صنيط أكل. يعني نفس الحصار هي الأزمة الاقتصادية اللي علينا كلنا الشعب المصري. أرجوك يا أستاذ أحمد، أرجوك لازم تحط أغنية يم الصابرين. شعوب المنطقة كلها بتبص لمصر نظرة حسد وبتتمنى إن هم ياكلوا أوراق الشجر. طب يا جدعان استأذني بقى يعني عشان جاموستي بره وخايف يبدلوها. بس انا موافق على ورق الشجر طبعا، ده انا بشوف السياح جايين من كل دول العالم يجربوا طاجن الكوارع بالشجر اللي عندنا. هتجوعونا هناكل ورق الشجر. هو احنا خلصنا من مشروع الجاموسه العشر داخلين على مشروع المواطن العشر ولا ايه؟ هم ياكلوا اوراق الشجر. ايوه صحيح، قريب هيبقى في اي مطعم المنيو بتاعه هتلاقي ورقه اللحمه ورقه السجق ورقه الشجر. يعني بعد كده الشيف شربيني لما يقول ورقه وقلم واطفي ورايا ست الكل، يبقى كده الوصفه خلصت خلاص. خلاص يا جدعان البلد دي عرفنا هويتها، لا هي مدنيه ولا هي دينيه، الدوله دي فيجيتيريان. العالم كله بيتحضر واحنا الحمد لله راجعين ناكل ورق الشجر. شكرا يا اعلام، مش عايزين نرفع راسنا، احنا نوطي راسنا على الارض اهو، على الاقل نلاقي كوس ذره ولا حته قمح ولا حاجه احسن من ورق الشجر. يا عيني انا مش تعبان عليا غير الغيطي دلوقتي، زمانه بيكلم رجال الدين بيقول لهم فاكرين النقطه اللي جبتوها لي؟ رجال الدين هيجيبوا لي نقطه، خدوها وهاتوا بدلها ورق شجر. اوكي يا جماعه اوكي، يعني نسيبنا بقى من موضوع ورق الشجر ده ونروح لمواطن تاني بيتغدى على ورق اخضر بس من نوع تاني. هنتكلم عن اكتر مواطن مظلوم في مصر اللي كلنا تابعنا تصريحاته الاسبوع اللي فات، المواطن المظلوم جمال مبارك. That is a particular historical significance. يا حبيبي يا استاذ جمال، يا عيني الحلو لما تبدله الايام. فيا استاذ جمال مش قادر استحمل دموعك، دموعك قريبه قوي يا استاذ جمال. صعبان عليا يا غالي، هين عليا اديك حصتي من ورق الشجر تاكلها كلها لوحدك. بس انا بعيد عنك يعني تعليم مبارك، مش فاهم انت بتقول ايه. اول ما اشوف الجاموسه بتاعتي حكماني راكنها صف تاني. سلام عليكم. كأني سمعت صوت الواد الفلاح هنا، مش عارف
لا فعلا الكل طمعان في الكرسي، مش ممكن فعلا الكرسي بيلحس دماغ الناس. بنتكلم عليها يا شباب. That is a particular historic. جيمي جيمي مش علينا يا جيمي. بقول لك ايه، انت فاكر ان الاعلام هيعدي موضوع جمال مبارك ده؟ لا، عائلة مبارك اللي سرقت البلد وافسدوا 30 سنة قامت عليهم ثورة في الاخر معترف بها في الدستور المصري الحالي، عليكم حكم قضائي بات في قضية الاصول الرئاسية. تعمل علينا احنا يا جيمي؟ تفاكر ان احنا نسكت لك؟ ده انت بتحلم. خليني ابدأ بظهور السيد جمال مبارك، لانه مما لا شك فيه انه حدث. المحنة اللي مر بيها ابناء مبارك وثم وجودهم في السجن الحقيقة اظهر معدن اصيل قوي فيهم تحمل. ولما بيقول هنا جمال مبارك انه هو الوالد والوالدة ما لهمش اي اصول في الخارج، انا اصدق جدا لهم اصول في الخارج، ليه يعملوا ايه اصول في الخارج؟ مبارك ما كانش محتاج اطلاقا انه يثري نفسه في السلطه ولا حاجه، لانه اساسا مش محتاج يمد ايده في جيبه يطلع 10 جنيه ولا شغله حكايه فلوس. وهو اساسا ياخد فلوس ليه؟ ما هو قاعد بلد هتروح فين؟ هو هيعمل ايه بيها يعني؟ هياخدها يتفسح؟ صحيح، هو حسني مبارك كان ياخد فلوس الشعب ليه؟ اللهم صل على النبي، انا نسيت خالص، هي الفلوس بيتعمل بها ايه؟ فلوس يا جدعان بيعمل بها ايه؟ والسؤال هو يا ترى مبارك كان ممكن يعمل ايه بالفلوس؟ هيجيب صينيه الشله من مطعم، هيسافر شرم 4 أيام 3 ليالي، هيشغل فلوسه في التسويق الشبكي، هيكون ثروه يسيبها لعيلته عشان الفلوس سلطه زيها زي المناصب. بص، هو ممكن يديها لابنه فابنه بقرشين يجيب بيها واحد من طبلاتي يقعد يطبل له ويعمل عبيط كانه ما حضرش معانا ال 30 سنه اللي فاتوا، ويقعد يسال اسئله عبيطه زي هو مبارك هيعمل ايه باصوله اللي في الخارج؟ مبارك هياخد فلوسه ليه؟ هيشتري بيها ايه طيب؟ طب هيحوش منها كام؟ طب 5 × 6 بكام؟ ده بيقول يا جماعه ان مبارك ما كانش محتاج يثري نفسه في السلطه فقعد 30 سنه، اما لو كانت محتاج كان قعد قد ايه؟ بس معاك حق يا هيما بصراحه، معاك حق في حاجه، يعني مبارك مش محتاج يحط ايده في جيبه عشان يطلع 10 جنيه لانه اوريدي كان حاطط ايده في جيب كل مواطن، هيعوز جيبه في ايه؟ ابراهيم عيسى غالبا مفكر ان مبارك كان مطلع اصوله في سويسرا صدقه للشعب السويسري. ده كلامه عن جمال مبارك تحسه بيتكلم عن ثورجي. معدن اصيل قوي. لا بغض النظر، صمودك اخجلنا يا جمال بصراحه. كنت متخيلين بعد ما كنت عايش 30 سنه تنهب تقعد 10 سنين من غير ما تحط ايدك في جيب حد؟ ده انت اكيد كنت بتواجه اعراض انسحابيه كتير قوي، اللي هو يبقى واقف في المحكمه كده غصبا عنه يمد ايده في اللي جنبه غصبا عنه. يا جماعه تحمل ايه بس يا هيما؟ ده جمال في كل جلسه الاوت فيت بتاعه يحسسك ان هو رايح دي في ليل هاني البحيري. لترقد يا ابي في سلام. جمال انا خايف عليك والله، خلي بالك لترقد انت في سلام بس جنب سامي عنان. انا مش عارف جمال بصراحه بيحتفل بايه، يعني كل اللي حصل ان المحاكم الاوروبيه شالت ايدها من على اصولهم في الخارج، ما قالتش ان هي مش مسروقه لكن اتاحت له يعني التصرف فيهم، وكان الشعب مستني قرار المحاكم الاوروبيه عشان يتاكدوا ان هم مش حراميه. بس بعيدا يعني عن كل الكلام اللي اتقال ده، تعالوا بقى نشوف كلام شخص واكب فتره مبارك وشاهد في محاكمته وعارف كويس يا هيما ان مبارك لما كان بيمد ايده في جيبه كان بيطلع كام. مبارك ما كانش محتاج اطلاقا انه يثري نفسه في السلطه ولا حاجه، دي الدائر كله فكره حجم ثروته، حتى انه عائله مبارك تملك 70 مليار دولار. انا رايي انها ارقام هواسيه قدمت في الاول، راجل ما عندوش 70 مليار معاه 2 مليار مش محتاج يمد ايده في جيبه يطلع 10 جنيه. هذا امر لا فصال فيه، ما بين 9 الى 11 مليار دولار، وهو هذا في حد ذاته رقم مهول. هو يعمل ايه بيها يعني؟ هياخدها يتفسح؟ طبقا لتقارير اتحاد البنوك السويسريه والحكومه السويسريه، فان هناك حسابات لتسع اشخاص من عائله مبارك موجوده في بنوك سويسرا مقدارها 512 مليون فرنك سويسري، اي 3/4 مليار دولار. غريبه والله العظيم، مش عارف هيعمل ايه بالفلوس دي كلها يا ابراهيم. لا طلع معاك حق بصراحه، ده مفيش فلوس في جيوبهم خالص، كله في سويسرا. راجل معاه 70 مليار معاه 2 مليار. انت ليه بتتكلم عن 2 مليار دولار و11 مليار دولار كانهم ارقام مشاهدات على السوشيال ميديا؟ انتوا متخيلين الارقام اللي مع جمال مبارك دلوقتي؟ انت عارف لو سيد علي سمع الارقام دي ممكن يحصل له ايه؟ يا عم ده هيموت ويمسك مليون جنيه. والنبي يا جيمي يعني بأدي للسيد علي يعني مليون جنيه يمسكهم بس في ايده ويديهم لك تاني. ابراهيم عارف من زمان ان في 9 من عائله مبارك ليهم ارصده في سويسرا، وجاي بعد 10 سنين يسال هو مبارك هيودي فلوسه بره يعمل بيها ايه؟ حضرتك عامل شجره عيله في بنوك سويسرا.
نفسي اعرف بس كان بيشتغل ايه جمال مبارك عشان يوظفني معاه. نفسي اعرف ايه المشروع اللي بيكسب ده كله غير يعني ان هو بيشتغل الشعب. هذا امر لا فصال فيه. فصال ايه بس يا راجل؟ ده انت شويه كنت تقف على فرشه بارصده حسابات العيله. هما يبقى اتفرج على نفسك زمان قبل ما تطلع تطبل. اه ولا انت لزيك صح ما بيفرقش معاهم. انا مستغرب بس ان الاعلام كله ساكت ومفيش غير ابراهيم عيسى بس اللي بيتكلم. بس عموما احنا يعني هنديك فرصه كمان يا هما تقول كلمه حق، وانت راجل بصراحه بتاع مبادئ وعارف اكتر من اي مواطن ان فلوس الشعب كانت منهوبه ومحطوطه في بنوك بره. عايزين نشوف لك يا اخي موقف واحد بس مع الحق عشان يتكتب لك في تاريخك ان انت كنت واقف في صف الشعب. ليه جمال وعلاء مبارك فلوسهم بره مصر؟ ده انتوا ولاد الرئيس، يعني اولى الناس بالبنوك الوطنيه، اكتر ناس المفروض تدعموا اقتصاد بلدكم. تحطوا الفلوس اللي بالدولارات وبالمش عارف ايه في بنوك بلدكم الوطنيه. ليه الفلوس بره؟ ليه مش جوه؟ مش تيجوا كده ونسرق مع بعض؟ بتسرقوا لوحدكم بره ليه؟ تعالوا يا جدعان، ما احنا فلوسنا سارقينها برضه من الشعب، مش هتحسوا بغربه خالص. ليه الفلوس بره؟ اه صحيح، ليه بره مش جوه؟ تفتكروا ليه؟ سؤال صعب قوي. يا ترى ليه علاء وجمال حاطين فلوسهم بره؟ لا معلش السؤال محتاج تركيز، والسؤال هو ليه علاء وجمال حاطين فلوسهم بره؟ علشان من حق الفلوس تتفسح وتشوف الدنيا، مستأذنه من ابوها وهترجع جوه قبل الساعه 12، الجو ساعة بره والفلوس بتبرد، عشان فلوس مش شرعيه وعليها خلافات. ليه يا ترى؟ يا ترى الفلوس مجهوله المصدر دي ليه ما سابهاش في بنوك مصر يا ابراهيم؟ هو اقتصاد البلد مش من اولوياته ولا ايه؟ وبعدين انت مين اللي قال اصلا ان هم لهم اصول في الخارج يا هيما؟ انا صدق جدا لهم اصول في الخارج، ليه يعملوا ايه اصول؟ انت فوقت دلوقتي اصل مصر معلش محتاجه الفلوس دي يا جيمي. بصوا احنا مش مهم معانا مصدر الفلوس، تاخدها بقى من الشعب من البلد مش فارق معانا، المهم يبقوا بنوك مصريه. بس انا الحقيقه عايز اسال سؤال بسيط جدا، هو جمال وعلاء كانوا بيشتغلوا ايه غير ان هم اولاد الرئيس عشان يعملوا الثروه ديت؟ انا خايف اقول امال فين باقي الاعلاميين؟ الاقيهم بيقولوا ان جمال وعلاء كان الاقيهم بيقولوا ان جمال وعلاء كونوا ثروتهم بعد ما دخلوا جمعيات وقبضوها الاول. وبعدين يا جماعه الموضوع مش مجرد فلوس في الخارج، وكان هي دي قضيتنا الوحيده مع مبارك وابنائه، القضيه قضيه فساد وسرقه وتدهور تعليم وصحه وفساد رجال اعمال، كلها حاجات محتاجه حلقات ومواسم من البرنامج ده لوحده عشان نعرف نتكلم عليها. استنونا. اهلا بيكم مره تانية. بصوا مؤخرا الدوله بدات تشتغل على الواجهه السياحيه عشان تطور منها وتجذب عمله صعبه للبلد في وقت احنا محتاجين فيه لكل قرش اخضر. من الجود ديت ان هم جابوا شخصية مشهورة جدا تجري على كورنيش شرم الشيخ. لا يا جماعة مش رونالدينو، هو حد شبه رونالدينو بس اشهر بكتير. ابن بلدنا احمد موسى. احمد موسى كان بيجري في شرم الشيخ عشان ينشط السياحة. لا وفعلا سياح من كل حد وصوب جايين يتفرجوا على الظاهرة الغريبة دي. عامل لوك وبيجري بلبس فورمال عشان يجذب السياحة. بيجذب في السياحة وبيجذب في الاعلام، شغال في كله. ده بيجري بحماس قوي يا جماعه، يعني شكله كده عارف ان الطريق ده اخره تطبيله. لكن للاسف وسط جهود الدوله دي فوجئنا بحدث تاني ضيع كل مجهودات الدوله واحمد موسى. من اقل من اسبوع شفنا فيديو مؤسف جدا انتشر لمجموعه شباب بيتحرشوا بالسياح في الاهرامات. ظاهره حزينه مؤسفه ونفسنا ان هي تختفي من مصر تماما. اه اتاري ابو الهول يعني كان مغمض عينه، ما استحملش المنظر. الراجل متعود على الرومانسيه. بس ازاي يا جماعه ما فيش شرطه سياحيه ولا شرطه حتى مدرسيه تمشي العيال دي؟ مش كفايه الازعاج اللي بيحصل للسياح هناك، كمان اطفال بتتحرش بيهم؟ اللي بيحصل ده يعتبر جريمه. بس الحمد لله يا جماعه سلاح المواطن المصري الوحيد دلوقتي ضد التحرش ان هو يفضح المتحرش ويصوره عشان لما يروح الاسم يعرف ياخد حقه. كل يوم بنقابل على السوشيال ميديا فيديوهات من دي كتير، لولا انها بتنتشر ما كانش الحق هيجي لاصحابها خالص. الحمد لله ان في مرشد سياحي محترم وطني صور اللي بيحصل ده، والا ما كناش هنعرف الواقعه دي وناخد الاجراءات اللي تحافظ على السياحه في مصر. شكرا لمرشد السياحه. الراجل المرشد السياحي اللي نشر هذا الفيديو على صفحته بيدعي فيه انه وطني وخايف على السياحه، لا بقول له انت اذيت السياحه ويجب ان يطبق عليه القانون. تم القبض ايضا على المرشدين. هذا الرجل مقبوض عليه. تم التحقيق مع مصور هذا الفيديو. نقول له انه ده غلط وتقرص ودنه خفيف كده يعني. انت جواه كده، انت عايز الصوره تبقى كده. يعني شايف في حاجه غلط صورتها كده انا مجرم. جريمه.
مكتملة الأركان من ينشر أي شيء. دي جريمة. يعني اللي بيجرى ده علشان واحد مريض؟ هو أنا لو صورت فيديو شفت كارثة طيب نشرها؟ تنشره مباشرة تخش السجن. يا ساتر يا رب. طب ده حكم نهائي يا نشأت ولا نستنى نشوف رأي المفتي هيقول إيه؟ هتحط كابتشن تاخد تأبيدة، اللي يشيره ياخد إعدام. جدعانة كده يعني من خير رمضان. شكلنا كده هنلغي القانون وأي حاجة تحصل يحكم فيها الإعلام. جريمة مكتملة الأركان. المفروض عشان أبقى شريف أسيب الغلط زي ما هو، مش هروح أصور المتحرشين وألاهم كده وأبوظ متعتهم. اللي أقول لي يا نشأت، يعني هو أنتوا درستوا إيه في الصحافة والإعلام بالظبط؟ اصلا انا اول مره اشوف اعلامي دوره ان هو يغطي على الاخبار مش يغطي الاخبار. لو حد عمل تصرف غلط وحد تاني صوره، جس وات اللي صور هو اللي غلطان. يعني لو شفت واحد بيسرق او بيقتل او بيعمل اي حاجه غلط اوعى تصوره. حتى المفروض الكاميرا في الماتشات المفروض ما تصورش الفاولات ولا تعرضها، الكاميرا المفروض تغض البصر. يا جماعه ده الاعلام مش بس بيتكاسل عن دوره، لا بيلوم اللي بيقوم بالواجب. شويه وهيقولوا على المرشد السياحي انه مرشد الاخوان. وبعدين انت يا مرشد استفدت ايه يعني لما صورت الفيديو ده؟ ها انت كده حرقت للسياح الاحداث وقلت لهم ان في تحرش في مصر. خليها يا عم مفاجاه عشان لما يجوا يعيشوا التجربه ويتفاجئوا بيها. وبعدين اي حاجه من دول ممكن الاعلام يكتشفها ويعمل لك قضيه اضرار بسمعه مصر. احنا يا جماعه بعد كده ننزل مرشدين من الاسم يراقبوا مرشدين السياحه وهم معايا فوق. طبعا مش محتاجين نقول ان التصوير هنا بيثبت واقعه زيه زي كاميرا المراقبه، والراجل غرضه كان واضح من الفيديو، عايزه يوصل لوزير السياحه مش عايز لايكات. الإعلام في لحظة خون المرشد رغم إنه هو كل يوم هناك بطبيعة شغله وخايف على أكل عيشه لما منظر زي ده يتساب عادي. ومعلش يعني رسالة للشعب المصري، لو شرطة السياحة مقصرة في دورها نحاول إحنا نحمي السياح اللي وسطينا عشان يزوروا مصر براحتهم في أي وقت، مش مطلوب مننا غير توفير ظروف أمنة ليهم. إن شاء الله نسيب لفتة طيبة عند السياح الأجانب ويرجعوا يكرروا التجربة مرة تانية. ومش لازم نصور يا جماعة معالمنا الوحشة، إحنا نسيب السياح يصوروا معالم مصر الحلوة وهم هيروجوا للسياحة بنفسهم. Egypt, a country famous for its history. The River Nile and its ancient pyramids. A country I'll never return to again. We're trying to keep a low profile. As I was walking just outside the pyramids, a guy started following me and told me, no pictures. Treating us like criminals, suspecting us of something, but I don't know what. Why are you following me? You have followed me for 15 minutes. I didn't have to Kabul. You're harassing General, me. Police. For 4 hours, we were interrogated by authorities wondering who we are and what we're doing here. So I told him that many people had cameras here and this was a public road, and he responded by flashing his gun at me. As I started filming him, he left. And they started picking out certain pieces of gear that they deemed suspicious based on their complete lack of knowledge of anything. Sleeping hotel in the area? Well, no. This. What is this? It's a back roller. Why do you need this? Why do I need this? How about go f***? They confiscated our lights, hard drives, batteries. They gave us a receipt for the gear that says that we have a weapon. What's the weapon? Stop harassing me. Go away. Go away, man. Police car drove straight at me with clear intentions to hit me. I was grabbed physically by 2 men, including 1 guy in a white uniform. Yes. Hey. Yes. Did he just touch me? Did he just touch me? You have touched me twice. One minute. Egypt's slogan should be, leave your camera at home, but bring your money. I felt violated, scared, threatened, and this was an unsettling experience. There is no system here. There is no plan. There is no step-by-step. It's pure chaos. Nobody knows what's going on. Nothing gets done. It's a f***ing nightmare. اخس يا جماعة. انت بجد مستغرب ان ده حصل معك؟ ده تتحمد ربنا. ايوه انا مش فاهم يعني فين المشكلة هنا؟ اوكي عارفين ان مفيش خطه ومحدش عارف حاجه، ايه المعلومات اللي ادم من الاهرامات دي؟ لا يا معلم، هتيجوا بقى من دول العالم الاول تتنططوا علينا بناقص العمله الصعبه يابا. انتوا جايين تفتروا على حكومتنا عشان واحد سايح متزاول ان في واحد ماشي وراه؟ انت عارف انت لو مش سايح كان عملوا فيك ايه؟ يا يوسف عيب. استنى يا نشأت انت كمان. هات لي السايح. قلقان ليه يابا ان شاء الله؟ اوكي صح بشنب ماسك سيجاره. قرع حبه ولابس لبس موظف، بس بص طالما مش معاه صباطه موز ما تقلقش منه، امان صدقني. ده الناس دي كتر خيرها يابا بتطمن عليك عشان تحميك. هنا اريا؟ مش لازم يعني التناكه يا خواجه، رد عليه قول له نو، اي سليب ان هوتيل هناك اريا. خلصت. واهو يا عم يا مصريين عشان اللي صور فيديو التحرش، ما تزعلش يابا ان انت اتمسكت عشان بتصور حاجه، ها؟ تقول اصل الحكومه جت عليا عشان مصري. لا يا باشا، حتى الاجانب كمان اللي بيصوروا بنمسكه. كده عاملك كأنك مواطن اوروبي، عايز ايه تاني؟ اصل فكره يا جماعه سايح ومعاه كاميرا دي حاجه مريبه قوي. انا اول مره اشوف سايح معاه كاميرا.
لا ده ممكن يعمل بها بلاوي. يعني مثلا ممكن يصور ابو الهول ويركب وشه على جسم واحده عريانه، يقف في البلكونه يصور نيفرتيتي وهي بتنشر الغسيل، يصور رمسيس مثلا ويطلعه تخين. انتوا عارفين الكاميرا بتتخن، بلاوي كتير ممكن السائح يعملها بالكاميرا دي صدقوني. يا جماعه ده في واحد دخل المطار بحاجات محرمه دوليا، الشرطه افتكرته عايز يعمل تفجير عضلات. اللي هو ايه ده، انت عايز تريح ظهرك عندنا؟ ممنوع، كل اعضائك تتقدر معانا. Why do I need this؟ بالراحه على شرطتنا يا عم، حق عليهم، خايفين لا تكون بتلعب غلط يا كوتش. فاحسن لو عايز تقطع ظهرك يبعتوا معاك السول يفكوا لك ظهرك ويركبوا لك تاني. هو هنا حتى قريب اهو. واصلا بعد رحله بحث اكتشفنا ان السايح ده طلع طباخ مشهور ونازل يعمل جوله عن الاكل في مصر، بس عيون مصر الساهره قفشته قبل ما ياكل من خير بلدنا. شايفين يا جماعه واقف ضابط المباحث بكل ثقه قدام الارهاب ازاي؟ طب خدتوا بالكم ان اللي واقف ورا ده بقى ها ركزوا فيه كده بالظبط، انتنا ده موجود هناك مع عيون مصر الساهره في المطار بنحمي مصر من كل الارهابيين امثال السياح دول. عشان تصدقوني ان السياح دول بيفتروا على مصر وجايين يبوظوا السياحه، تعال اوريكم تسجيلات من داخل المطار صورناها بنفسنا لما كنا هناك. اللي بعده تيتيت تيتيت، خد ياض، خد ياض، تعالى ياض، تعالى وريني الشنطه دي فيها ايه. اخلص ياض، وريني موبايلك، افتح لي الشنطه دي بسرعه. صابني مان ياض، البنات دي كلها ياض، والله شكلك كده خاين وهتخون ثقتنا فيك. امسك ياض عشان شكلك هتشرفنا في الاسم ان شاء الله. هو ار يو فروم ياض؟ ها هو ار يو فروم؟ فروم مكسيكو. دي فين دي؟ عند ناركوس صح؟ ابو يوسف. الله شكلك مش من المكسيك ولا حاجه، من الحرفيين يالا. ايه المشط ده يا هوبا؟ جايب لي اسلحه تقيله معاك؟ مش دي القناصه ياد بتاعت القناصه اللي خدتها يالا في الكلاس دي ياد؟ عايز تقتل مين ياد؟ نو نو ذيس از فون، فون كاميرا، كاميرا كاميرا فون. كاميرا التليفون مش مشكله، لكن الكاميرا ممنوع خلي بالك. وايه ده ان شاء الله؟ انت عايز البوكسر ده ياد؟ واي يو نيد بوكسر ياد؟ واي دو اي دو وذ ذس مان؟ وات ذا هو ده بس اللي معاك؟ يلا اتكل على الله، لو اتوسخ اقلبه على ظهر. يلا ياض. واي يو ار فولوينج مي ناو؟ واي يو ار فولوينج؟ ده الوصل ياض، خليه معاك طول السفريه، لما تخلصه رجعه واستلم حاجتك. بتصور ايه ياض؟ شكرا شكرا عيون مصر السياره على حمايتها للسياح. من النهارده اي سايح جاي مصر لوحده يحجز اوضه دبل عشان المخبر يعني يلاقي مكان يقعد فيه. شفت بقى ان السياح دول شكلهم بيفطروا على مصر؟ اكيد جايين يصوروا اسرارنا، خلينا وراهم لحد ما نعرف كانوا جايين يصوروا ايه. هل منشآت حيويه؟ دبابات؟ اصل الشرطه ما بتظلمش حد، اكيد معاهم حق، والسياح دول تحديدا جايين يصوروا حاجه ما ينفعش تتصور. محتاجين نشوف الصوره كامله الاول قبل ما نصدر اي احكام. Outside and we're shooting a bakery. As we were filming that, the police stopped us. And by the way, it's not like you see them coming. It's just some bald guy with a leather jacket and half a cigarette in his mouth, and he pulls out some dirty ID card. That was the police. So the police start to gather more of them. They tell us to get in our van and follow them to the police station. After about half an hour, the police officer wanted to go through the footage on my phone. So I show him the footage. He goes, delete that, delete that, delete that one, delete that one, delete that one. Shot by shot, a police officer is telling me what to delete based on what? On his feelings. Oh, but what law did I break? None. Oh, but there must be like a rule. Nope. No rule. By the way, this is somebody with a permit. When we asked our local producer, what purpose did the permit have? He said, well, we're not in jail. Lovely country. ده غصبا عنك يا معلم. وبعدين يعني هي دي شويه انك تكون مش في السجن، ها؟ كونك مش في السجن ده انجاز انت مش مقدره. تعرف المشهد تديه عرف ان انت مش في السجن هيعمل فيك ايه؟ مش هيسيبك مباشره تخش السجن. هو في ايه؟ ده احنا مواطنين مصريين ما نقدرش نقول راينا في بلدنا كده. ما تحترم نفسك يا عم شويه. انت لو مش شايف للكارنيه لازمه فاحنا ممكن نوريك لازمته. اقتنعت بلازمته ولا لسه؟ حقيقي واحنا اللي بنستغيث بالشرطه عشان تلحقنا من التحرش والبلطجه، طلعوا هم اصلا بيقفشوا في الكاميرات. بس يا جماعه بطمنكم، الضابط استجوبه وعرف منه انه مشهور وعنده 6 مليون مشترك على اليوتيوب، وعنده قناه اكل بيصور الاكل في كل دول العالم، يعني لو عطس هيلاقي على الاقل 100,000 صحيين يقولوا له يرحمكم الله، فما يقدرش يكلمه، كل دول هيشوفوا تجربته مع مصر للاسف.
معرفش الضابط حسه الامني او حاله بايه وهو بيوقفه عن تصوير العيش. اكيد شك ان هو جاي لثقافه الافران بتاعتنا لبلاد بره. ما تستغربوش بقى يا مصريين لما تلاقوا ناس شايله اقفاص عيش في لندن واقفين على الفرن طوابير. ضاعت براءه الاختراع. اصل اكيد الموضوع مش عشوائي يعني للدرجات دي. Delete that one, delete that one. امسح يا امسح يابا امسح الصور اللي انت صورتها للعيش. ده معلش يعني الصوره يعني وضحت خالص. انا شايف بصراحه ان الحكومه معاها حق. ده طلع رايح يصور فرن بلدي. افرض الصوره اللي صورتها دي طلعت محروقه يقولوا الفرن السبب. افرض مش عايزين نديك الخلطه السريه بتاعه العيش بتاعتنا. ها الله ينور الله ينور يا سعاده البي. والله انقذت مصر من حاجه انت لوحدك اللي عارفها. بس خدتوا بالكم من حاجه؟ الراجل قعد يوم واحد بس في مصر عرف شكل المخبر. انت فعلا ما بتحسش بيهم. امين الشرطه بيظهر كده من العدم فجاه حاجه كده زي دكتور سترينج كده يكبرك وياخدك معاه في بعد تاني خالص. والله اعلم بقى هترجع منه ولا لا. على اخر الاسبوع هتلاقيه بيتكلم مراته. لا حبيبتي لا انا في الثلاجه كده عليا مراقبه وجاي. قشطه يا قلبي فل عليكي. بس يا جماعه ما يمكن اللي حصل ده حالات فرديه وظابط ولا اتنين بيحبوا يعني يفرضوا عضلاتهم. لكن مش عايزين نقول للسياح ان مصر فيها تحرش ولا بيمنعوا التصوير ولا بيقبضوا عليكم. نشوف سياح تانيين في حته تانيه ونشوفهم. انا مش هسكت النهارده غير لما اجيب سايح بيعمل دعايه ايجابيه مجانيه لمصر. وبعدين يعني لو شرطه السياحه مشكلتها في الكاميرا بسيطه. تعالوا يا سياح من غير كاميرا مارسوا انشطتكم الطبيعيه وصدقوني محدش هيقرب لكم خالص. Tonight at the police checkpoint for the permission to continue because they wanted me to put the bike on a van, a police van, and take me to Safaga. These guys keeping my passport. These guys keeping my passport. He doesn't want to give my passport back. No. They are holding me an hostage without charging me or arresting me. To be honest, I don't know what's going on. They told me to wait 10 minutes. I think it's a game of who get tires first. After a few hours of being hostage by the police at this police checkpoint, we are now going to Safaga. Okay. انا بجد يعني مش عارف ليه السياح ما بيكونش مصر. ده احنا بنستناكم بمنتهى البشاشه والابتسامه. فيها يا عم السايح انت كمان؟ فيها يا عم السايح؟ انت جايين بقى رايح سفاجه تعمل لنا صداع؟ ماله ده كمان؟ ما كان راكب عجله اهو في حاله. طب دي هنبررها ازاي؟ مش يمكن علشان مثلا العجله من الشيطان واحنا بلد مؤمن مش عايزين شياطين وسطينا؟ خلاص مش لازم نبرر. طب يمكن عشان مثلا هيعمل بالعجله امريكاني واحنا يعني الدولار مضايقنا شويه فمش عايزين امريكان وسطينا؟ نبهوقها. امال ليه طيب يا جماعه؟ ده واحد لا كان بيصور ولا عنده مناطق حيويه، ده سارح بالحجله بتاعته كده لوحده، ليه نقدره؟ Now going to Safaga. يا عيني مفهمينه ان هو رايح سفاجه، ما يعرفش ان احنا مسمينه سفاجه. انا مش فاهم ومستغرب ليه ان هو متاخد من غير ما يبقى فيه تهمه. هو المفروض يبقى فيه تهمه؟ بس بجد ليه عايزين ننشط السياحه وعايزين ندخل دولار في الوقت اللي بنقفش فيه في اي سايح وبنعامله على انه جاسوس؟ ولا دي مغامره سياحيه يعني لازم نعيش السياح فيها؟ وبعدين هو احنا كل بقى ما نشوف سايح نلاقيه في اسم شكل. انا بتخيل كده اي سايح عايز يجي مصر وهو بيتفرج كده على ريفيوز السياح اللي سبقوه لافضل 10 اماكن في مصر كده. 3 ايام في اسم سفاجه و30 يوم في اسم الغردقه. كتير 30 يوم في الغردقه. ممكن اقعد 15 واجدد 15 في اسم دهب. ايه رايكم؟ يا نهار ابيض يا جماعه بالمنظر ده السياح هتفتكر ان دي معالم مصر السياحيه. لا بس ان جيت للحق ما كلها معالم مصر برضو. القبض والمخبرين دول كلهم في مصر من بتاع مثلا 7000 سنه برضو. تاريخ حضرتك. قالوا انا اللي بقول فين شرطه السياحه لما شفت التحرش؟ اتاريها واقفه عند فران العيش البلدي تراقب اللي بيصوره. هدفنا من الفقره دي تاكيد الصوره السلبيه على قد ما بنتاكد ان في مشاكل وبنحاول نتداركها من بدري لان احنا زي ما قلنا قبل كده مفيش تسويق هيجي بالتدقيق. يا ريت المسؤولين بدل ما يخوفوا الناس من التصوير ويطردوهم بالعساكر يوفروا لهم مناخ امن، الاثار مش هتتحرق بفلاش الكاميرا. بالعكس يا جماعه ده هتبقى صوره صاحبها هيشاركها وهتبقى دعايه مجانيه، دعايه هتكمل بالمجهود اللي بتصرفه الدوله برضه. وبصراحه مصر معالمها جميله وده بشهاده كل الناس اللي انتقدوا السياحه فيها. يا ريت المسؤولين يبداوا التغيير من اول اللي بيصدر القرار لحد امين الشرطه اللي بيقف يطبقه. مصر جميله. استنونا.
سوري يا جماعه معلش انا اصلا عندي حساسيه. مش قلت لكم يا وطن عربي انا حاسس بيكم؟ الدول العربيه زي ما يكون معمول لها عمل، كل ما نقول ها هتهدى هي والله مع بعض والله نقدر نلاقي المشاكل جت من حيث لا ندري. للاسف وكان الاستقرار حالف ما هو بناحيتنا، دايما كده تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، بس المره دي مش جايه لوحدها، جايبه معاها اتربه كمان. الايام اللي فاتت في عاصفه ترابيه ضربت كذا دوله عربيه منها الكويت السعوديه وسوريا، وكان مصدرها العراق. الدنيا تراب هناك في الدول دي لدرجه ان هي قضت على العنصريه. هتقول لي ازاي المواطنين كلهم بقى لونهم واحد بني؟ ده غير بقى الحب اللي انتشر وسط الناس، محدش شايف حاجه وكله ماشي يحضن التاني. الله يكون في عون المسؤولين هناك، الموضوع جديد عليهم. لا المواطن العربي كده كده بيكح تراب مش فارق معاه. المسؤولين في العراق اللي اتشكلت عندهم العاصفه مش واخدين اي خطوات ومش فاضيين للبلد. يعني مشكله زي ديت ما كانتش حصلت لو حافظوا على الموارد المائيه للبلد، او على الاقل امنوها بحزام اخضر يخفف شويه من العواصف دي. معرفش ايه اللي شغلهم صراحه بعد ما جوجو اتقبض عليها خلاص. في ايه يا جماعه اتقبض عليها خلاص؟ مستنيين ايه؟ اه انتوا فاكرين ده كله ناتج من عاصفه الصحراء؟ لا دي من زمان يا جماعه. العراق دي فيها مشاكل كتير، كهرباء ميه مليانه مشاكل، مش ناقصه مشكله كبيره زي عاصفه ترابيه. يا ريت تطمنونا على حاله المواطن هناك وازاي المسؤولين هيواجهوا الازمه دي. العاصفة هي الثامنة التي تضرب العراق خلال نحو شهر. تقريبا العاصمة بغداد تحولت إلى كتلة ترابية وأدت إلى أكثر من 5000 حالة اختناق حسب وزارة الصحة العراقية. سيكون العراق بحلول عام 2040 بلا أنهار. السبب الرئيسي هو الدول العظمى اللي عندها معامل ليست محلية، يعني هي ليست من العراق، قد تكون مثلا من دول الجوار. يعني هذا الرياح اللي يجي انه هذه مو طبيعية 100%. كانت قبل بالسنة مرة، هسه صارت بالاسبوع 3 مرات. هناك محركات تنفخ الغبار والرمال حتى يسوون غيوم على شكل عواصف. أنا لا أستبعد أكو تدخل خارجي ومتعمدة من أجل تدمير العراق على بكرة أبي. زيادة العواصف الرملية في هذه الفترة بها عواقب سياسية. أغلب وزارات الدولة متجاوزة على البيئة، البيئة نفسها متجاوزة على البيئة، سببها عدم طاعة مقتدى الصدر. وانتوا عارفين اللي مش بيطيع مقتدى الصدر هيجيله حساسية صدر. يا معلم معلش، يعني ايه علاقة مقتضى الصدر بالعاصفة الترابية؟ اه انت عشان صدر؟ لا يا معلم، الصدر غير الصدر والشعب غير الشعب. طب عندي ايه في احسن من ده؟ مش يمكن ملفات ومشاكل العراق كتيرة ومتربة من الركنة، فحد حاول يفتحها عملت عاصفة ترابية؟ طب اوكي اوكي، طب يمكن العواصف دي كلها بسبب تشكيل الحكومة؟ بيبين لها ريح التغيير هبت ولا ايه؟ بس شكلها يعني متربة شوية. يا ريت يا جماعه يوافقوا على طلباته قبل ما يلعب في ريموت التكييف. لازم اي مشكله في اي دوله عربيه نلبسها على طول المؤامره. يا جماعه ده حتى العاصفه الترابيه ملبسينها للمؤامره. طب يعني معلش، يعني ده عاصفه ترابيه هتبقى مؤامره ازاي؟ انه هذه مو طبيعيه 100%. خامتها مش اورجانيك كده، فيها شويه رمله طبيعيه والباقي الوان صناعيه وسكريات. هي اساسا عصير يا جدعان. يعني انا مش عارف انت متضايق من العاصفه ولا انها مش طبيعيه. اه انت عايز زوبعه اورجانيك 100%؟ انا لا استبعد اكو تدخل خارجي. اكو تدخل خارجي؟ حتى التراب يتدخل في الشؤون الداخليه للعراق؟ تدخل خارجي يا معلم؟ ده انتوا خليتوا الشعب العراقي نفسه يكح تراب، اكيد هو السبب. بعدين هو انت الطبيعه الام معينك تدافع عنها ولا حاجه؟ عاصفه ترابيه عادي يعني، شوفوا اسباب منطقيه شويه. هناك محركات تنفخ الغبار والرمال. محركات؟ ها طبعا، ما انت واقف على خلفيه ويندوز ولا على بالك. حد يا جماعه يعمل راجل ده شط داون، اعملوا شط داون. محركات تنفخ غبار ايه؟ غريبه. انا اللي اعرفه ان العراق اصلا ما عندهاش كهرباء تشغل محركات. وليه الناس هيشغلوا محركات عشان يعملوا عفر؟ ليه؟ ايه المنطق ده؟ طب بنفس منطقك لو الدنيا مطرت في العراق هتبقى الناس فوق بتاع على كده بقى لو الدنيا تلجت عندكم هيكون بسبب بروده اعصاب المسؤولين في العراق. يا جماعه ليه سيبنا المصيبه نفسها ودخلنا في مين نفخ ومين مش عارف عمل ايه؟ يا جماعة العراق بتعاني من عاصفة ليست محلية. هو مفيش حتى صناعة محلية خالص في العراق كده؟ حتى تراب العراق طلع مستورد؟ اه انتم مصممين بقى. لا صحتي صراحة ما تستحملش كلام المسؤولين. بصوا هاتوا لنا خبير ارصاد كده، اي حد متابع للحالة المناخية يقول لنا الرياح دي قصتها ايه وازاي نتجنب اضرارها، ده المهم. راح يكون ويانا عامر الجابري مدير اعلام الانواء الجويه. استاذ عامر بدي اسالك، هل هنالك اجراءات وقائيه ممكن انه
توصي بها رب الأسرة أو ربة المنزل؟ حقيقة سيدي العزيز، صورة عامة، تصاعد الغبار بيه عدة فوائد. أولا القضاء على الميكروبات الخطرة في الجو، القضاء على بعض الحشرات، القضاء على بعض الإشعاعات، له دور كبير في نمو المزروعات، يساعد على انخفاض درجات الحرارة، فيه أمور صحية كثيرة، ويساعد أيضا في تلقيح النباتات. فبي سلبيات وبي إيجابيات أكثر، بس المواطن يعتبر السلبيات أكثر من الإيجابيات. اهلا بكم اعزائي المشاهدين من شوارع العراق. زي ما انتم شايفين الجو جميل، الشمس الحمد لله طالعه. لا ما تحطوش بالكم، ده حوار عادي كده. عزيزي المواطن العراقي، بص لنص الكوبايه المليان، بص حتى لو نص الكوبايه المليان في تراب، ازرع فيه نباتات، ساعد ايضا في تلقيح النباتات، ساعد في تلقيح النباتات. اتلاقى هقعد في بيتك ما تزهقناش. زهقت؟ بص بلي وشك بشويه ميه، افتح الشباك، هتعمل احلى ماسك طينه صاحبي. حتى لو شوارع كلها تراب، اعتبر نفسك في الصحراء. اذبح تيس، ادفنه مندي، اعمل قصر بالرمله، اركب جمل، بدل العربيه، ما تخليش حاجه تحبطك. القضاء على الميكروبات، اعطس في وش الريح ولا يهمك، العاصفه الرمليه هتقضي على المرض. لابس كمامه؟ الحق حالا، خد نفس كبير، اردم بيه كل الفيروسات اللي في صدرك. القضاء على بعض الحشرات، اوكي البلد كلها مشلوله، الدنيا خربانه صح، بس مفيش صرصار ماشي على الارض. حبينا نقضي على الحشرات عشان بتضايق المواطن، قضينا على المواطن نفسه. المره الجايه ان شاء الله هنولع في البلد عشان نقضي على فرع عندي في الشقه. ايه ده، في ايه؟ هو الكلام كله هيبقى تنميه بشريه كده ولا ايه؟ في سلبيات وفي ايجابيات. ايوه يا مواطن، يعني مش انت قلت مش عايز اشوف سلبيات؟ اديك بقيت مش شايف خالص. ناقصنا بس دكتور صدر يشرح لنا فوائد الكحه. عايزين نشوف الايجابيات اللي بجد. مش يا جماعه لو كان في مساحه خضراء واشجار في العراق كانت العاصفه ما بقتش بالقوه دي. انا غلطان، انا استعنت بخبير ارصاد. واضح كده ان الازمه اكبر من المسؤولين وخبراء الارصاد. لازم حد متخصص يفهمنا الظواهر دي طبيعيه ولا بفعل فاعل. السيد حاتم كريم مدير البستنة والغابات، حياك الله سيد حاتم. أهلا ومرحبا. فعلا الصحراء بدأت تزحف للعراق بشكل واقعي. بس أكد يعني أنا هذا التقرير اللي ظهر ناخذ منه إيجابية مو بس سلبية. أنا دائما إيجابي. شلون تريدنا نفكر بإيجابية؟ سدودنا في حزيران راح يكون مخزونها صفر، خلي يجي في نهر الفرات. الإمارات مو أحسن من عندي، لا عندها نهر ولا عندها مياه جوفية، كل شيء ما عندها. أنا دائما أكد على كلمة التفاؤل والإيجابية. شنو خطواتنا للحل مشكلة التصحر؟ 100,000 حل اكو، اكيد اكيد اكو حلول. اكو صلاه استسقاء، اكو التوجه لله. محافظه واحده بالعراق صلت صلاه استسقاء بسليمانيه، الله ما قصر وياها. ايه ونعمه بالله. ايه يا عرقيل، اكو صلاه استسقاء؟ اخلع راسك كده واطلع الفجر ادعي الهي تهبطي ما تقومي يا عاصفه. هو بس في مشكله واحده، ان ما فيش ميه اصلا تتوضى عشان صلاه الاستسقاء. اه يا مش محتاجه اصلا وضوء، تتيمم. وبعدين دي عاصفه، هندعي ايه؟ هندعي ميه تنزل؟ صلاه استسقاء. انت عايز تقلبها اعصار؟ الله ما قصر وياها. اه والله، اصل دعوه المظلوم مستجابه، ومفيش اكتر من مواطن العراقي المظلوم. دعوه واحده بس، بقى عايشين في نغنغه دلوقتي. البطاله انتهت وبقى في كهرباء، والانقسامات اختفت والملك مش، لا ده لسه موجود برضه. حضرتك اللي انت بتقوله ده اسمه تواكل، يعني المفروض تعيلها تتوكل، ربنا امرنا بده. يعني مش هنحل مشاكل اقتصاديه بالدعاء ونستنى معجزه تنزل من السماء. الامارات مو احسن من عندي، لا عندها نهر. اه احنا دلوقتي حضرتك هدفنا نخلي العراق زي الامارات. النهرين دول اصلا كانوا اكبر عقبه في اتجاه المستقبل. اه احنا بدانا بالتصحر وان شاء الله هنبني فيها ابراج. اوكي الامارات صحيح ما عندهاش نهر بس في سواحل، سويسرا مثلا ما عندهاش نفط بس فيها بنوك. العراق بقى بعد ما تفقد حصه الميه هتعوضها بايه؟ هتضرب ورق الشجر في الخلاط؟ اه هم تقريبا مستنيين المواطن العراقي يتطور والجيل الجاي يتولد بقناع واقي. لا ده يا ريت ده يكفي، ده بتاع الكيماوي بتاع زمان. مشاكل العراق الجيل الجديد محتاج الواقي ده. في بس ازاي مش مهم يبقى في انهار في البلد؟ ده في رؤساء بيقعدوا 30 سنه عشان الكام كوبري اللي بيبنوهم فوق الانهار. ده العراق اسمها اصلا بلاد الرافدين، فيها دجله والفرات. ولا انت رافض الفكره دي؟ سوري يا جماعه، المشكله مش في ميه الشرب بس، الميه اساس الزراعه في العراق. فين وزير الزراعة؟ حد يعرف يوصل له يا جماعة ولا هنستنى العاصفة دي تخلص علينا كلنا؟ معالي وزير الزراعة الأستاذ المهندس محمد كريم الخفاجي، خلي احنا اليوم نلعبك ويانا، تعال أحمد خلي نجرب وين معالي الوزير لعبة المحابس الخاصة بينا. معالي الوزير هاي خمس فناجين. نعم. تحت كل فنجانك سؤال، هسه نبدأ بالسؤال الأول، شو يقول معاليكم؟ ظاهرة التصحر في العراق أوضح وأكثر تأثيرا من باقي البلدان، ودعاء غائبة تماما ولا يوجد لها دور صحيح. شنو أسباب غيابكم؟
تماما اي دور ما عندنا يعني. صراحتك حتى تصدمني مو بس تفاجئني حقيقة. إيه؟ الوزير شنو كان دوره هنا جنابك اقصد؟ من انت دائره متخصصه بالغابات ما عندها على الخطه الاستثماريه مبلغ تروح تصرف لاجور حارس او تطور عملها، فكيف تروح تسوي لك غابات جديده متابعة لوزارة الزراعه؟ يعني تحكي وكانه مو جنابك الوزير عن هذه الوزاره. انا نادم على استلام الوزاره يعني. والله العظيم لولا الراتب اللي بينزل لي كل شهر ما كمل فيها يوم. دول مدينا عربيه موديل 2019 يا اخي، اكو موديلات احدث. انا اصلا كنت منشن على وزاره النفط بس مجموعي ما جابش فدخلت زراعه. عارف لو فكروا يسحبوا منه المنصب هيلحق نفسه بسرعه. بصوا خبره في اللحق ابن اللذينه. هو مركز في حته ثانيه تقريبا، تلاقي اصلا بيدعي يمكن حد من المسؤولين يكون بيتفرج عليه ويتوسط له كده يمسك حاجه خفيفه. وزاره البيئه مثلا حاجه في ايد ربنا في الاول او في الاخر. وزير الزراعه اللي ماسك الوزاره من 2014 بقى له 9 سنين بيندم. طب لما يسيب الوزاره هيدوله ايه؟ مكافاه نهايه ندم؟ 9 سنين يا سياده الوزير ما لقيتش حل لمشكله التصحر. ما عندها اجور حارس. يعني هي الوزاره معهاش مرتب حارس امن بس معاها مرتب وزير عادي؟ وهي علاقة مرتب حارس الأمن بانك تعمل حزام اخضر تحمي بيه البلد؟ كيف تسوي لك غابات جديدة؟ الوزير بيتكلم كأنه مواطن عادي مش وزير الزراعة. ما عندها على الخطة الاستثمارية. بينتقد أداء وزارة الزراعة اللي هو الوزير بتاعها. يعني حاجة كده عاملة زي لما موسيماني ينتقد أداء الأهلي. ده رئيس يروح مجلس النواب ويعمل استجواب لنفسه. الظاهر إن لا الإعلام بيسأل الأسئلة المهمة ولا المسؤولين في العراق بيردوا. ده أول ضيف من برنامج اسمه لعبة الكراسي مقعدين الضيف الكرسي بتاعه بعيد خالص، والتاني بيلعبوا مع المذيع وجايبين للوزير السؤال في 5 فناجين قهوة. الحلقة الجاية إن شاء الله في العراق الإعلام هيجيب الضيف هو راكب على عجلة واحدة. استنوا. اهلا بكم مرة تانية. الشهور اللي فاتت حصلت مداهمات عشوائية في مناطق كتير جوه تونس. المداهمات ديت الاحراس بتاعتها ما كانتش اسلحة متفجرات مخدرات. اصلها يعني ما كانتش مداهمات لحملات امنية. لا. دي مداهمات شعبية لاماكن موجود فيها سحر واعمال. يا ساتر يا رب. الاحراس كانت عبارة عن احجبة فك نحس وقلب حبيب. حسب إحصائية حديثة اكتشفنا أن عدد المشعوذين في تونس تعدى 200,000 مشعوذ. لا واضح أن المجال هناك واسع وليه جروبات على لينكد إن. طب لما هم يا جماعة بالعدد ده 200,000 أمال مين اللي هيتنصب عليه؟ في نفس الوقت لقينا أن عدد الدكاترة في تونس ما تجاوزش 85,000 دكتور. يعني مثلا في تونس العاصمة لكل 100 مواطن ليه مشعوذ وربع دكتور. أنا بس اللي مستغربه أن الشعب التونسي من أكتر الشعوب المثقفة اللي بقابلهم. ازاي الدجل والشعوذه يكون عندهم بالشكل ده؟ ده انا بقابلهم كده في الشارع بيقولوا لي بنجوغجو، مش بنجور اللي هي بتاعتنا المصريين واخد بالك، بنجوغ. الرئيس بتاعهم ما بيقولش خطابات، كل كلامه معلقات. يوم ما قس سعيد ده طلع له تسريب قلت ايه ده؟ قس سعيد طلع له تسريب؟ قفا شو بيتكلم بالعاميه؟ المهم يعني الصور ابتدت تزيد والصفحات تنشر وشهادات الناس تكتر. عن نفسي يا جماعه خوف، اصل انا شفت بعين الحاجات دي السحر والشعوذه دول قدام عيني كده شفتهم ازاي بيحولوا الناس لايه؟ اصل ده مستحيل يكون طبيعي، اكيد سحر. تبقى قاعد كده في حالك في البيت بالبيجامه لا بيك ولا عليك بتاكل طبق العدس مع اولادك فجاه تلاقي نفسك كاميرات واستوديو وعلى التلفزيون. هو نفسه مش فاهم ايه اللي جابه فقره تونس. ده سحر يا ايسر، ده سحر دلوقتي. فجينا من كام يوم في برنامج اسمه الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسية عامل تحقيق استقصائي قوي جدا. ايه ده ثانية واحدة؟ هو ليه البرنامج اسمه أصلا الحقائق الأربعة؟ يعني لو موضوع فيه 5 حقائق مش عارف يجيبه؟ بس هو أصلا كان بقاله كذا أسبوع متوقف عشان مش معاه غير 3 حقائق، أول ما كمل التارجت طلع. المهم برنامج الحقائق الأربعة قدر يصور مع واحد من كبار السحرة والمشعوذين. صدمة ما كانتش في أعماله السحرية المستخبية، الأعمال دي شوية ورق قدام إرادة ربنا. المشكلة في ضحايا الجهل اللي اتورطوا معاه. ألقت القوى الأمنية التونسية القبض على رجل مشعوذ اسمه بلقاسم، رجل في منتصف الأربعينات يجذب ضحاياه عبر صفحته على فيسبوك التي ملأها بمنشورات دعائية لقدرته على شفاء الأمراض، يداوي السرطان والسيدة والمرض القلب وإنجاب الأبناء، ويدعي العلاج بما أطلق عليه المني الطاهر.
المعالجة السفلية من خلال الاغتصاب، واعترف أنه عاشر 900 سيدة. كانت الفتيات أيضا يجب أن توفر منزل للقيام بهذه العلاقة، ويطلب منهن جلب مختلف أنواع الطعام، وسعر 14 حصة ب 210 دينار. تكري الوضع زادة تعطيه 210 لها الدرجة. وفما جدل وجدل باهي، هل يعتبر فيول ولا يعتبر كونسونتمون؟ هناك سحر أسود وهناك سحر أبيض. بربي أقنعوا كيفاش السيد هذا في عمر 54 سنة عنده القدرة إنه يتعدى على 900 نمرة. يا سيدي الحاكم ترأف ببلقاسم. يا بنتي بلقاسم هو الكل، نورمالمون الرئيس يعطي منصب، مالي شؤون ثقافية بلقاسم. إيه يا عم الحاج، إيه يا عم الحاج، إيه يابا منصب اللي يمسكه؟ في فرق حضرتك بين الشؤون الثقافية والأفلام الثقافية. يقول لي منصب ده مش بتاع مكاتب، ده بتاع مراتب. يا جماعة الراجل متهم في 900 منصب. يا عم ده لو الرئيس اداله منصب هياخد المنصب يغتصبه. يقول لك سن المراهقة في خطر. والله العظيم ده جاي في منتصف الأربعينات. طيب يعني المفروض ده آخره في الشقاوة كده، يبقى يبحث عن علاقة جادة والتواصل انبوكس. مش 900 يجذب ضحايا عبر صفحتي على فيسبوك. هتلاقيه بيبعت الاد ويقبله هو. هو ساحر بقى. بس دول 900 ضحية. اكيد بيعمل سيلكت اول صح. كتير يا جماعة 900، يعني مش شايفين ان الرقم مبالغ فيه؟ يعني مفيش حاجة تبرر الذكاء المتدني اللي عند العدد ده؟ بس برضو اكيد في حد ساعده. اكيد عنده كده سكرتير صايع يسأل كل مريض، تعرف دكتور بالقاسم؟ طب عشرته؟ يبقى ما تعرفوش. اتفضل جوه. معقولة الناس وصل لها الحال بتثق في دجال ومشعوذ يعالجوا من الامراض؟ ايديوي السرطان والسيدة. طب يعني يسحب مني الكانسر ده تمام، انما يديني مكانه عيل ليه؟ ويدعي العلاج بما اطلق عليه المني الطاهر. طيب دي هيكتبها في الروشتة ازاي؟ طب بلاش دي، مش حاسين ان موضوع الاكل غريب شويه؟ لو الست ما خفتش يقولها ما انت اللي مش طبخه في سفور. لو عايزه مفعول السحر يكمل قومي اعملي لي كوبايه شاي يلا. تخيل كده في الطب الدكتور يقول لك بتشتكي من ايه؟ بعدين يقول لك اتفضل على السرير اقلع. مش عاوز يسالك بتعاني من ايه ويقوم هو اللي يقلع. 900 ضحيه، ده راس بوتين ما عملهاش. اكيد العدد ده يا جماعه يعني معلش ما زادش كده من يوم وليله، وراه عيب كبير جدا في الامن وفي القانون وطريقه تطبيق القانون، مش صح؟ مش نحكيوا على دوله تشجع انه بالجسم يكون موجود، انه ما فماش نص خاص بالمشعوذة. المشعوذ كيفاش ينجم يمشي يستخرج باتيندا وبالباتيندا هذيك تسمح له انه يخدم؟ الدوله وقت اللي تمنح هؤلاء الباتيندا وكأني رخصت لهم، خاطر هما في المقابل باش يدفعوا ضرائب ضئيله جدا وقت اللي نقارنوها بالمداخيل نتاع هؤلاء. الدوله مشجعتهم على التحيل. الأدهى والأمر أنك تلقى المشعوذ طوابير الناس واقفة قدامه ويوصل الأمن ينظم في الطوابير هذوما. لا إله إلا الله، الأمن بينظم الطوابير؟ طب لما الأمن بينظم الطوابير عند الدجالين ما هيعمل إيه مع بتوع المساج؟ وبعدين أنتوا يا جماعة مش سمعتوا عن الجريمة المنظمة؟ أوكي الأمن التونسي هو اللي منظمها. إزاي الدولة مرخصاله؟ يعني أكيد محددين له تارجت، ده ناقص الدولة تكرمه مع مجمل أعمالهم. لا يا جماعة لازم مجلس النواب في تونس يتعلم من مجلس النواب في مصر ويشرع قوانين تحد من الدجالين. هتقول لي أصلا في مصر الدجالين نفسهم في المجلس صح؟ أقول لك يعني تونس هي اللي فيها مجلس؟ هتخشي لي كتونسي هتلك مصر ما بيهمنيش. معلش برضو عملنا تحقيق استقصائي كده واكتشفنا إن القانون في تونس لحد دلوقتي ما فيهوش نص صريح بيجرم الدجل، بتتحط تحت بند النصب والاحتيال. تخيل واحد اتورط مع 900 واحدة بقى زيه زي واحد بيبيع عسل ابيض مخشوش يمشي يستخرج باتيندا. باتيندا ايه بس يا فندم؟ الدجال مش محتاج ترخيص بالشكل ده، الدجال ده محتاج حبايه بشكل فوق ضرائب. انتوا كمان هتاخدوا منه ضرائب؟ حضرتك دي فلوس حرام. وبعدين يعني مأمور الضرائب هياخد منه ازاي؟ متخيل كده مأمور الضرائب هو رايح ياخد يحصل منه الضريبه يقوم بص مخور من الباب عشان عين حجم الضريبه. يا جماعه فين مجلس النواب التونسي بجد؟ ايوه صحيح يا مجلس النواب التونسي صحيح، مش هتجيب حل للموضوع ده؟ لو بتتفرج على الحلقه دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. اشترك في قناه جيو شو على اليوتيوب، فعل زر التنبيهات. تصبحوا على خير، اشوفكم الاسبوع الجاي.